عبد الوهاب رحال مؤسس نادي رحال لكرة القدم حفلا تأمينيا ترحما على روح الفقيد الصحفي إدريس أوهاب واعترافا لما قدمه خلال سنوات عديدة في مجال الصحافة والإعلام. وعرف الحفل حضور صحفيين رياضيين بارزين بالإضافة إلى قدماء اللاعبين. وألقى الصحفي محمد أبو السهل بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن امتنانه للصحفي الراحل الذي ترك بصمة راسخة في ذاكرة الصحافة الرياضية المغربية. مقدار ما أحببناك، سلام الله عليك سي إدريس، مقدار ما قدمت، وسلام الله عليك سي إدريس، مقدار ما افتقدناك وما بكيناك. هكذا كان سي إدريس وغير من رجال الإعلام، لم يكن إعلاميا عاديا، كان استثنائيا. من نعزي فيه ولا من نخاطب فيه؟ نخاطب الزوجة سعيدة، نخاطب ياسمين، نخاطب سعد الدين أبناء ديالو، ومن اليتامى اليوم، ولكن اليتامى آخرون وأخريات من الصحفيات. الحفل التأميني عرف تنظيم مباراة كرة قدم من ودية بمشاركة أبرز لاعبي كرة قدم المغاربة، حيث شارك كل من عمر مجاري وحسن مربيشة وحسن ناظر وحمزة بورزوق، حيث انتهت المباراة في أجواء أخوية جميلة. مرحوم حنا صراحة راه عمرنا ما نسيناه، ولا عمرنا ما ما ما, ما غاب على الأذهان ديالنا، حاضر معنا في جميع تفاصيل حياتنا. حنا اليوم جينا باش نحضروا لهذا التأبين ديال المرحوم إدريس وهاب، فرصة باش الأبناء ديالو حتى هما يتعرفوا على الأصدقاء ديالو، الناس اللي اشتغلوا معاه، يشوفوه في الجانب العمل ديالو كيفاش كان كيشتغل، شكون الناس اللي عاشر، شكون الناس اللي كان معاهم في ديك الفترة، يعني هما تيتعرفوا عارفين الأب ديالهم بصفته الأب في المنزل. اليوم حبيت أنا هذه الفكرة انهم يتعرفوا عليه من جانب اخر، داك لوكوتي بروفيسيونيل اللي كان ديال الاب ديالهم. وفعلا هذا الشيء انا ما كنتش متوقعاه بهذا الحجم صراحه، فرحت بزاف، وحتى الحضور الكريم اللي جا تنشكرهم بشكر جزيل، لا الناس القائمين، لا نادي رحال لكره القدم حتى هو على المبادره، كنشكرهم كاملين وشكرا جزيلا لكم انتم. وقدم عبد الوهاب رحال في هذه المناسبه جوائز لعائله الصحفي المرحوم إدريس أوهاب. كنقولوا كما كنقولوا دائما نادي رحال وعائله رحال فاتحين على هذا المبادرات الإنسانية والاجتماعية. كنا درنا سهرة تأبينية، درنا مقابلات تكريمية، والآن جاء الدور على إدريس وهاب الله يرحمه. فمنين جاء عندي الأخ الحمادي اقترع عليا المبادرة، قلت لي حنا ديما فاتحين كما نشوفوا حضور وجوه سياسية جمعوية رياضية فنية وكلها مجتمعة باش ترحم على سي إدريس وهاب الله يرحمه، الله يوصلنا ليه مسلمين، الله يوفقنا لما فيه الخير جميعا. يحمل هذا الشيء عن لن ننساك، عنده دلالات عميقة يكرس لمفهوم التضامن بين المغاربة والاهتمام بالنماذج الناجحة في ظل هذا الزحف التكنولوجي الذي أفرز مختلف مظاهر التفاهة في عصرنا الحالي مع الأسف. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.